السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف خريطة للشغل بتاعنا. هختار ملف الاكسل اللي انا عايزه اهوت، هيبدأ يجيب لي التيبلز اللي موجود اهوت. انا عندي هنا الكاونتري، البلاد او اللود، اقول له انا عايز خريطة مابس اهيت، وهبدأ احط له اللوكيشن من الكاونتري اهوت. فجاب لي الخريطه اهيت، وجاب لي دي ايجيبت، ده جوردن، سوريا، عراق، نفس اللي موجود بالشكل دوت. تمام، يعني لو احنا مثلا حطينا دوله مثلا الجزائر، تمام، او الجزائر، ماشي اهيت، هبدأ احطها. وهسيف، وبعد كده هاجي هنا اقول له انا عايز اعمل ريفرش، هتلاقي ظهرت معانا بدل الجوردن. فتقدر تعمل خريطه للشغل بتاعك، مثلا عندك مكاتب كتيره، عندك استرال، عندك اماكن وجود البترول، اماكن الدول اللي بين فيها اجباري. وبعد كده ممكن تيجي هنا من الفلتر هنا او الفورمات، هتقول له داتا كلر، انا عايز اديها لون مثلا معين، وليكن مثلا اللون دوت. طب شو اقول، يبدأ يظهر لك كل دولة ليها تلونها باللون اللي انت عايزه بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له الكاتيجوري اديها لون ولا لا، يبدأ يكتب لك الاسامي بتاعتهم. عايز مثلا الماب كنترول، تقدر تعمل زوم، اوتو زوم، الزوم، يضيف لك الزرار عشان تعمل زوم بالشكل دوت. التايتل، تقدر تكتب الكلمة اللي انت عايزها بدل كلمة كاونتر دي مثلا، الدول التي عملت بيها، او الدول اللي انا لي اصحاب فيها، وهكذا. وورلد راب، الباك جراوند كلر، تقدر تاخد تغير اللون بتاع الباك جراوند بتاعتها. التكست الباك جراوند، تقدر تحط حتى صورة لو حابب. الجنرال، البوردر، يبقى في حدود للخريطة بتاعتك. التول تيب، هتجيب لك معلومات أول ما تقف على الحاجة اللي أنت عايزها. فزي ما أنت شايف سهلة جدا وبسيطة، وتقدر بسهولة إن أنت تشتغل عليها وتعمل خريطة منظمة وشكلها حلو جدا. وتقدر تيجي هنا مثلا تقول له أنا عايز أضيف كاستم شارت، كاستم شارت، وأنت مش معانا معايا حاجة خالص، تقول له كاستم شارت، وتقول له أنا عايزها مثلا الكاونتري، أو خليها البيبول هيت، والكاونتري هي الفاليو بتاعتك بالشكل دوت. اول ما تعمل سيلكت على اي واحد فيهم، هتلاقيه عمل زوم على الدوله ديت زي ما انت شايف فيه لينك. ونقدر نضيف كارت فيه معلومات عن الملف دوت. خلينا اقول له مثلا كارت اهوت. طيب الكارت ده عايز يعرض ايه؟ عايز يعرض لي الكاونتري اهو، فهو عرض اول دوله هلاقيها في الدول. ممكن تقول له فيرست لاست، ممكن تقول له كاونت عدد الدول، فهو بيقول لي ان هما 6 دول. طب هل هما مكررين ولا مش مكررين؟ في عندي هنا كاونت اللي هي ديستينكت، ده بيعمل لي ايه؟ ده بيبقى يجيب لي عدد الدول اللي مش مكرره. تمام، يعني في دولتين مكررين عندي، او في دوله مكرره اكتر مره، العراق ومصر، فبيبدا يجيب لي عدد الدول. وتقدر طبعا تدخل من فورمات هنا وتقول له انا عايز اغير الليبل الموجود. هتلاقي هنا التايتل، تقدر تغيره وتقول له مثلا عدد الدول. فيبدأ يجيبها لك بالشكل دوت. تقدر تغير الخصائص بتاعت الخلفية، اللون زي ما انت عايز، البوردر، تول تيب، الفيجوال، باك جراوند كولر، تقدر تغيرها برضه زي ما انت عايز بالشكل دوت.